سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلادي وبحبك شديد بلادي وبحبك أنا فالعملية بتاعت إنك كيف إنك تقدر تطور الفريق بتاع البحوث بتبقى القصة كلها في إنك كيف تحافظ على التميز. يعني إحنا دائما بنسميه إنك كيف إنك أنت يوريتين أو تحتفظ بالتميزية، لأنه في أمريكا وفي أوروبا القصة دي سهلة، لكن ما في قطر، لأنه أمريكا وأوروبا دائما في سيل بتاع طلبة دراسات عليا بيجي من كل أنحاء العالم. فانت لما تبدا كبروفيسور اي مجال بتاع بحوث فدايما بيكون عندك طلبه بتاع الدكتوراه بيكونوا مع نفس زملانه في نفس الوقت، فالجيل ده بينقل للجيل الثاني وكده. ففي قطر قابلنا تحدي في انه كيف نقدر نحافظ على العمليه دي بانه احنا نضمن بانه، والان بدينا في تكساس ان بدت التحول للدراسات العليا، يعني بقى عندنا المهم عندنا طلبه الماجستير والدكتوراه، فده ساعدنا أيضا في أنه نبدأ نحافظ على التميز بتاعنا. يعني التميز بتاعنا ما يكون مربوط بفريق بحث فيه بس الطلبة ما بعد الدكتوراه والباحثين العلميين، وما مربوط يعني بس أنه البروفيسور دائما بيعاني في أنه كيف يقدر يحافظ عليه. فشوية شوية بدينا نخلق يعني شغل كبير. الصناعة تحت النفط والغاز الطبيعي واحدة من التحديات العالمية المقابلها في مجال المناخ، وكلكم متابعينها التأثيرات بتاعتها على المناخ. وبيجي في تحدي كبير جدا في انه العالم بيبحث عن طاقه بديله نظيفه اللي هي الطاقه الماء جايه من الوسائل التقليديه اللي هي بنسميها الاحفوريه، زي النفط زي الغاز الطبيعي والفحم الحجري. فانه كيف نحن نقدر نسحب الCO2 اللي هو الغاز ثاني اكسيد الكربون وكل الملوثات الثانية اللي هي أثرت تأثير كبير جدا على المناخ في العالم، واللي هي قابلتنا بتحدي كبير إنه درجة الحرارة الآن حول العالم زادت لأنه ما قدرنا نحافظ على البروتكشن أو الحماية بتاع طبقة الأوزون، لأنها ممكن تصل لواحد وخمسة من عشرة درجة مئوية وممكن تصل لاثنين، ولو وصلنا للمرحلة دي بيبقى خط الرجوع صعب جدا. فكل التكنولوجيا الآن في العالم بتحاول إما نحن نلقى طاقة بديلة رخيصة، والطاقة البديلة الرخيصة دي أيضا هي عندها يعني محتوى حراري مناسب مع المحتوى الحراري تحت الطاقة اللي احنا تعودنا عليها، أو نحن نحاول نحن ويكوليد بنسميها الديكاربونيزيشن، أو نحاول بأنه نسحب قدر الإمكان، يعني نصطاد الغاز ثاني أكسيد الكربون وكل التلوثات دي ونحاول أنه نتخلص منه. فاشتغلت في شغل بتاع بحوث متميز جدا واللي هو دانا قدته، وده فريق بحثي كان كبير جدا معانا شركة توتال. ك
وكيف ندي قطر ميزة تفضيلية على العالم ككل. في نفس الوقت نحن كولاية تكساس نحن من أغنى الولايات في أمريكا في مجال الغاز الطبيعي. فالتميز بتاعنا دخل لجامعة تكساس A&M تعمل مركز بتاع بحوث متخصص لمجال الغاز الطبيعي والوقود. والمركز دي لأول مرة في تاريخ تكساس A&M إنه يكون القيادة تحت المركز من قطر ما من أمريكا. إحنا ما براش كامبس، إحنا فرع، إحنا ما الأصل. لكن وعدوني الشرف بتاعي إنه أنا أكون المدير بتاع المركز دي الدايركتر اللي هم فاوندينج. والحاجة دي حصلت في 2015. في المركز ده دخل بحوث بملايين الدولارات لجامعة تكساس A&M. كيف إنه نحن ناس من تخصصات مختلفة من الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية، وناس شغالين في مجال الأمن الصناعي، في مجال السيفتي، وناس شغالين في مجال المواد الماتيريال، وكيف البترول، ناس الهندسة البترول اللي هم اللي بيستكشفوا الغاز ده وبينتجوه وكذا، كيف نقدر نتعاون في مشروعات كبيرة وكيف نعمل إضافة. ودي كانت واحدة من أكبر النقلات ساعدتني هنا إنه أطور الفريق بتاع البحث بتاعي اللي هو جزء منه موجودين في أمريكا اللي هم طلبة الدكتوراه، والجزء الأكبر موجود في قطر هنا، وكيف نستفيد من الإمكانيات بتاعت التعاون الحاصلة. وكان لي الشرف إنه أشتغل في المركز بتاع البحوث ده مع زميلي وصديقي العزيز بروفيسور محمود الحلوجي، لأنه هو أيضا هو المانجين دايركتر، هو المسؤول من الفرع بتاع أمريكا، وأنا الدايركتر اللي هم مسؤول من البروسيس كلها في أمريكا وفي قطر. فكانت تجربة مميزة جدا لنا في التعاون مع بعض في العملية بتاعت البحوث التطبيقية مع البحوث النظرية اللي هو بتحصل فيها العملية بتاعت السيميوليشن، في انك انت بتقدر تحسب كيف انه الصناعة تتطور وتتقدم. وده واحدة من التجارب اللي انا سعيد بها جدا في انه احنا نجحنا في انه نحول قطر لانها تبقى مركز في العالم لمجالات البحوث اللي هي عند علاقة بتحويلات الغاز الطبيعي لمواد منتجة كيميائية. فالعملية بتاعت إنك كيف إنك تقدر تطور الفريق بتاع البحوث بتبقى القصة كلها في إنك كيف تحافظ على التميز. يعني إحنا دائما بنسميه إنك كيف إنك أنت يوريتين أو تحتفظ بالتميز. لأنه في أمريكا وفي أوروبا القصة دي سهلة، لكن ما في قطر، لأنه أمريكا وأوروبا دائما في سيل بتاع طلبة دراسات عليا بيجي من كل أنحاء العالم. فانت لما تبدا كبروفيسور اي مجال بتاع بحوث فدايما بيكون عندك طلبه بتاع الدكتوراه بيكونوا مع نفس زملانه في نفس الوقت، فالجيل ده بينقل للجيل الثاني وكده. ففي قطر قابلنا تحدي في انه كيف نقدر نحافظ على العمليه دي بانه احنا نضمن بانه، والان بدينا في تكساس A&M بدت التحول للدراسات العليا، يعني بقى عندنا المهم عندنا طلبه الماجستير والدكتوراه. فده ساعدنا أيضا في أنه نبدأ نحافظ على التميز بتاعنا. يعني التميز بتاعنا ما يكون مربوط بفريق بحث فيه بس الطلبة ما بعد الدكتوراه والباحثين العلميين، وما مربوط يعني بس أنه البروفيسور دائما بيعاني في أنه كيف يقدر يحافظ عليه. فشوية شوية بدينا نخلق يعني شغل كبير. الصناعة بتاعت النفط والغاز الطبيعي واحدة من التحديات العالمية المقابلها في مجال المناخ، وكلكم متابعينها التأثيرات بتاعتها على المناخ. وبيقى في تحدي كبير جدا في انه العالم بيبحث عن طاقة بديلة نظيفة اللي هي الطاقة الماء جاية من الوسائل التقليدية اللي هي بنسميها الإحفورية، زي النفط، زي الغاز الطبيعي والفحم الحجري. فإنه كيف نحن نقدر نسحب CO2 اللي هو الغاز ثاني أكسيد الكربون وكل الملوثات الثانية اللي هي أثرت تأثير كبير جدا على المناخ في العالم، واللي هي قابلتنا بتحدي كبير إنه درجة الحرارة الآن حول العالم زادت لأنه ما قدرنا نحافظ على البروتكشن أو الحماية بتاع طبقة الأوزون، لأنها ممكن تصل لواحد وخمسة من عشرة درجة مئوية وممكن تصل لاثنين، ولو وصلنا للمرحلة دي بيبقى خط الرجوع صعب جدا. فكل التكنولوجيا الآن في العالم بتحاول إما نحن نلقى طاقة بديلة رخيصة، والطاقة البديلة الرخيصة دي أيضا هي عندها يعني محتوى حراري مناسب مع المحتوى الحراري تحت الطاقة اللي احنا تعودنا عليها، أو نحن نحاول something احنا ويكوليد بنسميها decarbonization، أو نحاول بأنه نسحب قدر الإمكان يعني نصطاد الغاز ثاني أكسيد الكربون وكل التلوثات دي ونحاول أنه نتخلص منه. فاشتغلت في شغل بتاع بحوث متميز جدا واللي هو دانا قطو، وده فريق بحثي كان كبير جدا معانا، شركة توتال اللي هي الآن اسمها توتال إنرجي، توتال إنرجيز، ويعني الجروب اللي كان متعاون معانا توتال إنرجيز في قطر وأيضا توتال إنرجيز في بلجيكا،
وأيضا جامعة نورث ويستن في أمريكا، وهي واحدة من أفضل الجامعات، ودي أدتني فرصة يعني أن أشتغل مع واحدين من أفضل علماء الكيمياء في العالم، وغالبا يعني واحد فيهم حيكون من النوبل لوريت قريب. يعني هم ثلاثة علماء، اسمهم بروفيسور اسمه توبين ماركس، وبروفيسور اسمه إيريك وايتس، وبروفيسور اسمه بيتر ستير، والثلاثة دول من أفضل العلماء بتاعين الكيمياء حول العالم. هم من أفضل علماء الكيمياء حول العالم، فالثلاثة دولت يعني كان تأثير على المجال بتاع البحوث في البحث اللي أخذناه ده، وده أخذناه من مؤسسة قطر، صندوق قطر للبحث العلمي اللي هو قطر ناشونال ريسيرش فوند، وده بيسموه اكسبشنال بروبوزل، البحوث المتميزة جدا، اللي هو تم من 2015 إلى 2021، وكان الهدف الأساسي بتاعنا إنه كيف نتعامل مع غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو موجود بكثرة في قطر، واللي هي واحدة من التأثيرات بتاعت إنه قطر بعدد سكانها بقت من الأكبر في العالم، اللي هي بتنبعث منها غازات لأنه عندها أكبر صناعة بتاعت غاز وصناعات كيميائية وصناعات بتاعت نفط وكذا. إنه كيف نحن نقدر نحول الغاز دي ثاني أكسيد الكربون لجزء من صناعة الغاز الطبيعي في قطر وصناعة الكيميائيات. وأيضا يعني اشتغلوا معي زملاني بروفيسور محمود الحلوجي في تكساس A&M، وعندي زملاني هنا يعني بروفيسور كوستاس كاكيسوماس، وكان في بروفيسور واحد من أفضل العلماء في الرياكشن إنجينيريك في مجال التفاعلات الكيميائية اسمه دراغومير باكور، هو زميلي والآن يعني نزل المعاش. وأيضا بروفيسور باتريك لينكي، هو واحد من العلماء المميزين جدا في العالم في مجال التطبيقات بتاعة تطوير الصناعات وفي على المستوى بتاع نسميه الماكرو سكيل. واشتغلنا مع بعض كلنا في عملية تطوير البحث ده، وأنا قدت البحث ده لمدة بتاعة 6 سنين تقريبا، والحمد لله البحث ده طلع بكمية من براءات الاختراع مميزة جدا، اللي هو يعني قدرنا نحول التحديات المقابلة لاستخدامات غاز ثاني أكسيد الكربون لوحدة من المميزات للصناعة، وتوجد بأنه طورنا تكنولوجيا اسمها الكارجين، والكارجين ده اختصار لكلمتين، كاربون اللي هو جاي من الكاربون، كاربون جنريتر يونيت، أو الوحدة اللي هي بتحول الغاز اللي هو الضار ثاني أكسيد الكربون لمادة صلبة بتاعة كربون، والمادة الصلبة دي من أميز المواد وقيمتها عالية جدا، بنسميها كربون نانو تيوب، والكربون نانو تيوب دي هو جاي من الغاز، فنحن بقت بدل ما هي حاجة ضارة بقت إضافة كبيرة جدا حتى اقتصاديا للصناعة. وتم يعني تكريمنا من قبل قطر فاونديشن مرتين، يعني في 2012 للمجالات بتاعت البحوث دي كأفضل فريق بتاع بحث في مجال الطاقة والبيئة، وأيضا في 2020 تم تكريم، وده كان تكريم بمناسبة احتفالية 25 سنة على تأسيس قطر فاونديشن، والتكريم دي كان بأنه نحن أفضل يعني فريق بتاع بحث، وكان لي شخصيا في مجال الاختراعات، براءة الاختراعات، إنه أكثر براءات اختراعات سجلت وهي عندها ميزة تفضيلية في مجال التطبيق. والكارجين بالذات بقت الآن يعني الهدف الأساسي للعديد من شركات الغاز الطبيعي وشركات الكيميائيات، أيضا شركات شغالة في مجالات أخرى في استخدامات الكربونية، لو كانت في المجال بتاع البطاريات، لو كانت في مجال صناعة الإطارات عشان تقوم تبدل الكربون بلاك اللي هو بيطلع من النفط أو بيطلع من مصادر أخرى، وأيضا الآن في مجال الإلكترونيات بالمناسبة وفي مجال المايكرو تشيبس. فإن شاء الله يعني نسمع عما قريب تطورات كبيرة في المجال دي، وإنه يكون عندها يعني تأثير كبير. والقصة دي كلها بتوضح إنه قطر حصلت لها نقلة كبيرة جدا، ونحن كنا جزء من المشهد دي، يعني جزء صغير يعني في مجال البحوث، في إنه كيف الرؤية بتاعت إنك تحول المؤسسة لإنها تتحول من مؤسسة أكاديمية بس للدراسات الجامعية لإنها تبقى مراكز بتاعت بحوث، وكيف إنه مراكز البحوث دي تطلع مواد والمادة دي تكون عندها تأثير ما محلي فقط ولا إقليمي لكن تأثير عالمي. والحمد لله إنه الواحد سعيد بأنه كان جزء من المنظومة دي واستفاد منها فائدة كبيرة جدا، وأتيحت لنا يعني
مصادر تمويل ومعامل حتى في أمريكا في جامعتنا ما عندنا. يعني عندنا ميزة تفضيلية كبيرة جدا، ويعني قدرنا مع الزمن نقدر يعني أيضا نجيب من أفضل الكفاءات من الباحثين العلميين والطلاب. ومع الزمن قطر بقت معروفة في مجالات بتاع بحوث تخصصية، والحمد لله يعني قدرنا نكون جزء من المنظومة دي، صغير لكن جزء فعال ومؤثر. وجامعة تكساس A&M كان عندها تأثير كبير جدا، وقطر فاونديشن عندها تأثير أكبر، لكن أيضا يعني قطر ناشونال ريسيرش فوند أدت دور كبير جدا في إنها تخلق التمويل للبحوث، لأنه البحوث الأساس فيه العملية بتاعت التمويل، والتمويل ده بساعدك في إنك أنت تبني البنية التحتية للبحوث، خصوصا مجالات بحوثنا مكلفة جدا. يعني المشروع اللي كلمتكم به وده من 2015 ل 2021 ده $5 مليون فقط بس لواحدة من المشاريع دي. يعني البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاوية، ليه طينك وليه أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية، البلد المعروف منك اتنين والناس كلها مساوية، لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بيك، وانا شايفك من اجمل زاويه.